السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأعزاء. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم طريقة تغيير الواي فاي ديال المنزل أو لا أي واي فاي. مهم واي فاي يكون كونيكت عندك في الهاتف كيف ما كتشوفوا معنا. أول حاجة غنحتاجوها هي هذا الكود هذا اللي كيكون هنا، هو مدير لك راه أي واي فاي كيكون فيه 192. المهم هذا الكود هذا تحتاني كديرو، كتدخل لجوجل كروم وكتدخلو. أنا نبارطاجي معكم العملية كاملة باش تشوفوها بعينكم. كتدخل جوجل كروم وكتكتب داك 192 168 كدير كما مكتوبه تما، غنشاركها معكم في جوجل كروم. يصلك كل جديد. اول شيء كنجي هنا كنضغطوا على جوجل كروم كنكتبوا او جوجل كنكتبوا هنايا 192. فاش كتظهر لنا هاد النتيجه هذه الاولى كنضغطوا عليها. كما كتشوفوا كتظهر لنا هاد الواجهه. يمكن لك دير هنايا استعمال سطح المكتب وتصغير الشاشه، يمكن لك تخدم هكا، ولكن من الافضل هكا. هنا كتجي كتدخل ادمين من بعد ما دخلنا ادمين هنايا كتظهر معنا هذه الواجهه ديال الاعدادات اللي خاصه بالواي فاي ديالنا اللي كيتواجد عندنا في المنزل بطبيعه الحال. من بعد ما كتظهر معك هذه الواجهه هنايا كيظهر لك الجميع اللي هما متصلين بهذا الجهاز الخاص بك واللي موجود بطبيعه الحال في المنزل ديالك وكتحكم فيه انت اللي قمتي بالشراء ديالو. وهنايا كنضغطوا على كلمه واي فاي، من بعد كنديروا هنايا بارامتر واي فاي. من بعد ما درنا بارامتر واي فاي كتظهر معنا هذه الواجهه اللي كيتواجد عليها الاسم ديال الشبكه اللي كنستعملوا على الجهاز الواي فاي، وكذلك كلمه المرور. هنا يمكن لك تخبعها بالضغط على هذه العين هذه المربع، وهنا يمكن لك تظهرها. انا دابا هنا غادي نقوم بتغيير كلمه الواي فاي، كود الواي فاي عفوا. هنا يمكن لي ندير اي كود من بعد نبدلو، ما كاين حتى شي مشكل. ومن بعد كتضغط هنا على هذه الكلمه في الاسفل، هنا كتاكد كدير نعم. وهنا كما كتشوفوا خصنا ندخلوا دابا كود الواي فاي باش يشتغل معنا حيت ما بقاش شغال. من بعد ما ظهر معنا هنايا كيطلب لنا كلمه المرور. دابا غنديروا كلمه المرور الجديده، ومن بعد كنديروا اتصال. كما كتشوفوا دابا الواي فاي اصبح شغال، وبهذه الطريقه هذه كيمكننا نغيروا الكود الواي فاي في اي لحظه. من بعد ما غيرنا كلمه المرور وقمنا بالدخول مره اخرى الواي فاي الخاص بنا، وبهذه الخطوات كتكون غيرتي كلمه في اي لحظه وفي اي ظرف بغيتي انت تغير كلمه ديال الجهاز الخاص بك اللي كيتواجد بطبيعه الحال في المنزل ديالك واللي انت شريتيه مثلا من اي شبكه، اما اتصالات المغرب او اورانج او انوي. هاد الشبكات بثلاثه، فيمكن لك تغيير كود الواي فاي بنفس الطريقه اللي شرحت لك انا دابا في هذا الفيديو. وكما كتشوفوا باش مابقاوش دائما ندخلوا على جوجل كروم، يمكن لي نجي نضغط هنا على ثلاث نقاط ومن بعد ندير الاضافه الى الشاشه، وهكا كنكون ثبت هاد الصفحه اللي كخاص بتغيير الكود انوي على جهاز التليفون ديالي او جهاز الهاتف. هنا غادي نخرجوا بصفه نهائيه، ومن بعد الخروج ديالنا غنجيو هنايا ونبحثوا، وغادي نلقاو بانها هي فعلا ها هي مثبته عندنا على الهاتف. وبهذه الخطوات البسيطة كتكون غيرتي كلمة المرور الخاصة بجهاز الواي فاي الموجود بمنزلك. وكنتمنى كما قلت لكم مرة أخرى تشتركوا في القناة ودعمونا باش دائما نقدم لكم الجديد.